ذلك يغلبهم. شوف 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 فضيحة. حماس تضبط مواطن جزائرية. أولاد عمي تبون أولاد شنق ريحة برغولي المعفون ركع طيتي الريحة. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أينكم يا كراغي؟ أين غبتم عنا؟ اليوم الإخوان غادي نهضروا على القضية ديال حماس تضبط مواطن جزائري متلبسا بسرقة أحد المنازل بغزة. واش نتوما الكراغلة في الماس مشيتو كتسرقوا؟ واش الكراغلة ديك المرة مشيتو ليبيا تعاونوهم في الفيضان اللي وقع لهم وداك الشيء، صدقتوا كتسرقوا المنازل اللي طايحة والناس الميتين صعب كتسرقوا لهم الممتلكات ديالهم؟ دابا عاود في غزة الناس كيتقتلوا وانتوما كتسرقوا وداك الشيء عندكم في الدم، الخنشالة في الدم فين عندكم؟ على بركة الله الإخوان شوفوا لي فيديو اللي صيفطتو عاد ندوزو ديال الخنشالة. الله يا الكراغلة إلى عالم. يا الكراغلة شد المحتوى عندكم الكراغلة ديال الجوع والنوع. الشعب الجزائري الكراغي لا كيدايرين. شوف شوف ضع او تشوفها تاكلها خضراء. شوف الجوع في الوصل بيهم الجوع تول كي قتل اللحم بغات تاكلو خضر. الجنيه المبغضله عندك واش هذا شد على القدس عندكم. شوف 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 على حالك الزقردك عمرها ما شرات الدجاجة كاملة. كيشريو مساكن غير ديك الجلدة والرجلين، كيشريو الرجلين والراس ديال الدجاج وكذا، دابا شرات الدجاجة كاملة بغات تسطا. دير عقلك الكرغولية دير عقلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. دوزو الفيديو آخر، ما عرفتش كنت كنتسنى سهيت. دوزو الفيديو آخر الإخوان. رايح للمونديال 2030 توجد الريح من 2030 وش اسم بالك ربي يطبق على طبق على الكرة الأرضية هذه راح. وسمعت واش قال مصطفى بو سبير مصطفى بونيف؟ قالك العالم غادي يفنى قبل 2030. قالك المغاربه فرحانين بالتنظيم 2030، العالم كاع الكره الارضيه غادي ماكراش مسكين ماكراش ان الكره الارضيه تشتت قبل من 2030. شو على حاله ديال الكراغله فين وصلوا؟ شو على حال واش عقلوا الاخوان اللي الجيل الذهبي حلقيت قالك 2012 غادي تفنى، كنا في 2009 قالك 2012 صافي غادي تفنى. داك الاخبار الرائجه العشوائيه والناس كيتسناو راه كانوا 2012 راه كانوا هذاك الباحثين العلماء الطن سنه 2012 ما وقع والو. قالوا لك 2016 عاود كيتسناو هذا الفيروس. شوف لا يعلم لا يعلم الغيب الا الله، ثقتك ديما في الله، صلي صوم عبد الله ما تظلم حتى شي واحد والله راه ما غاديش يخليك. وملي كدير هادو كاملين راك تكون النفسيه ديالك مرتاحه من الداخل. بغات الموت من اللي دابا دابا الا بغات الموت تجي مرتاح غتقول لي لا كتهضر على الجزائر. هذه كوميديا ساخره ضاحكين وناشطين. عمري ما سبيتهم، عمري ما درت الفتنه انني نخليك انك تعايرهم ولا انك تهاجمهم. انا بالعكس انا كنقول لكم عاد ما تسبوهم ما والو، راه مساكن راه ناقصين في حقهم ما تديوش عليهم. احنا المحتودين كيقول لك ما تديش عليهم، ماشي كنقول لك سير سبهم ولا سير ضربهم ولا سير تعرض لهم ولا. عمرنا ما قلنا شي واحد تعرض لشي جزائري ولا لا لا، ديما حطوا ضحك عليه جيبوا عاد عرضوا تهلا فيه وكلوا وشربوا بدا الضحك. سمعت بوسي المونديال 2030 توجد الريح من 2030 وش يصرى؟ ما عرفتش من هنا 2030 وش يصرى؟ غادي نضبوا كاس العالم، هذا الشيء اللي غادي يصرى. شو خطوبوط هذا؟ الفزاعة ديال عرفتوا الفزاعة؟ التقاليد ديال الكراغلة وقالوا لك غادي نسرقوا لهم التقاليد. هذا الشيء ما نسرقوش، ما عندنا ما نديروا به باش تفيكسي عواد هكا ودوزي يدك لتحت. واش شي برانك هذا؟ واش التقاليد ديال يلا اخي الاستعدادات للجهيز
جرين دايزر الارساله الى الوطن الشعبي الارساله الى غزه. دابا اش غادي نقلدكم دابا في التقاليد بحال هادو؟ هادي راه في الزاعه، هادي عندنا كنقولوا ليها في الزاعه، هادي كنقادوها حنا بالقصب كنحطوها باش الطيور ما ياكلوش المحصول، اما الزرع اما كذا، كيديروا في الزاعات هكا ودايرين هكا بحال الانسان ويديرهم شي شرويطه شي دويره في الراس. هادي عندنا كنسميوها في الزاعه، ماشي تقاليد ولا شي لعبه. ندوزو لفيديو اخر. اخي الاخبار اخوتي، وانتوما فرحوا 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 الاخوان. سيد عطينا الخبر، بغينا نفرحوا اصحابي فرحوا. عرفتي فين هو الياس؟ الياس المالكي، الياس المالكي كاين في الصبليون، ما كاينش في الحبس، كاين في الصبليون اخوتي. وي 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 دينا كاس العالم. وي الله يشافيكم. انا في الجيب كاس العالم في الجيب 2030 غيكون معنا الياس. وي العالميه. انا شو ما كنهضرش على الياس تشد ولا شغلو هذاك، كاين القضاء راه ما حنا ما غاديش نهضروا على القضاء ولا كذا. حنا ما كنهلاش الاخر يسمح ليه، لانه عطى درس للمغرب كامل باش داكشي ديال العصابات وكذا راه ما خدامش، راه اللي دار شي حاجه غادي يتعاقب. ولكن انا غادي نهضر على هذا، ما نهضرش انا على اليس، على هذا الاخوان. الا كتشو الا كيطلع لكم في التيك توك راه كيبكي، الوالده مريضه والسبيطار والدواء. دابا وليتي واه الياس ما تشدش، اذا غادي نشكو في ديك القضيه واش بصح اللي مريضه مو ما مساليش الياس المالكي واش تشد ولا ما تشدش. هذه الاولى. ثانيا انت اللي كتقول لك كاين في اسبانيا خص التحقيق، خصك انت تعتقل ويحققوا معك مادام عرفتيه. كيفاش عرفتيه؟ ياك ما انت اللي ساهم انه يخرج، ياك ما هذا يعني بزاف ديال الحوايج الواحد ما كي الصالون ديال ديوركم خليوه، ما يدخلوا ليش القنوات والصحف والجرائد، خليوا الصالونات ديال ديوركم بلا ما يدخلوا ليه الصحف والجرائد الالكترونيه. الواحد قبل ما يدير حاجه يعرف اش كيدير الاخوان. راه بينك وبين الاعتقال راه غير خط واحد، خصك تعرف الخطوط الحمراء اللي ما تجاوزهاش. انت كتخرج وكتعطي دابا القضيه راه عند القضاء، وانت كتخرج كتقول لنا راه كاين في اسبانيا. اجي لهنا باش عرفتي كاين في اسبانيا، ها؟ وانت كتقول لنا كتبكي على امك وكتسعى في تيك توك، لا المريضه لا الدواء لا كذا. الله يهديك، دير عقلك دير عقلك. احنا تعاطفت معك فاش كتبكي والدواء والمريضه وخصني الدواء والناس كيصيفطوا لك السبوعه، تعاطفت معك. كاين من مورا هذا الشيء شكيت في داك الشيء. انا ماشي كنقول لك ما داك الشيء كذوب وكذا، شكيت مادام واي المريضه نقول واي الياس ما تشدش. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غير نوضحوا بعض الأشياء، واحد يرد البال. السوشيال ميديا راه الميكرو راه كما قال الشرات سيف ذو حدين، الميكروفون سيف ذو حدين، راه كضرب به هكا، ولكن شي مرة تقدر أنك تضرب به العنق ديالك تقطعو، صعيب. ندوزو لفيديو آخر. هما الكراغ لا هزو بغاو يحروا فلسطين بالكلافي ولي كومونتيرو. بلا بلا شتي علي بطل عالجدابي الناس جرين دايزر والنمر المقنع كنخرجو في الستة ونجيو كنجريو نلوحو المحافظ. شعل 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 واش بدا دوزو الفيديو اخر. تي تمثيل في الجزائر، شوفو شوف الجزائر البالكويات دايرين لهم ما دايرين لهمش الطريق ديالاش الله اعلم. وت البالكو دابا هذا البالكو هذا راه ما كيديرش تحت السرجم، ربما المصريين اللي شتنا كيديروا تحت السرجم. المهم حتى الا دار تحت فين غادي يدوز ليه؟ الا عمر بالوسخ الشتا كدا هادي وما داروا ليه الشتا، فين غادي يخرج الشتا؟ انت ما كاين هنا، شوف شوف هنا ما كاينش فين غادي يخرج لا بيسين لا حول ولا قوه. بالكو ما عادش ما تدخل ليه، شوف راه علينا هاكم هذا الكوتي، والله ما عندك من تدخل خوتي تجربة متعقة تحياني لارشيتكتور يا خوتي. لارشيتكتور في الجزائر، شوفوا بالكم ما عندكش من تدخل ليه، ما عندكش من تدخل ليه، شوفوا راه علينا هاكم هذا الكوتي، والله ما عندك من تدخل خوتي تجربة متعقة. لا حول مكل الخيل مكل الخيل. بحال دابا هنا هنا الاخوان، هنا تفتح بين هذا وهذا، هذا البالكو يولي ديال هذا، ولاني عاود راه غادي يولي عاود كيطلع على السرج من هذا، هذا عاود تعطي البالكو البالكو لهذا، ولكن غادي يولي كيطلع على السرج من هذا حيت هذا ماشي هذا. حنا نشرحوا لكم الكراغله. تعطي البالكو تحلي الباب الواحد اللي بدا يجي يطل ليا في السرج يشوف ليا اش كندير، ولا هادو كيتقهواو هنا في البالكو وهذا السرج حنا كنشوفوه من السرج ديال الله الا مكل الخيل. لا مهندسين ديالكم لا
13 ونات لا معلمين حتى شي واحد ما بعقله. ندوزو الفيديو اخر. شوف 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 فضيحه. حماس تضبط مواطن جزائري يحمل جواز سفر فرنسي متلبسا بسرقه احد المنازل بغزه بعد ان تم اخلاؤها من السكان خوفا من القصف الاسرائيلي. انتوما كتقلبوا غير فين تسرقوا، انتوما الكراغيله كتقلبوا غير فين تسرقوا. الكراغيله كيقلبوا ليبيا دخلوها سرقوها. الناس ميتين تحت الارض وكذا، وهما كيسرقوا كيهزوا الممتلكات ديال الناس اللي ضرب الفيضان. عاود غزة هما دول الناس الصوارخ كيضربوا هما كيسرقوا الديور. واش نتوما بغيتوا ديروا عقلكم؟ والكراغيله راه حنا في 2024 وتركت الشفاره، ديروا عقلكم شو. إخوان وصلنا آخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة. السلام عليكم.